خاتمه ومش وبصل وعاكل طماطم وعاكل من عمل ايدي. انا عاكل من عمل ايدي زي ددنا داوود. انا الطبقه اللي تمثل 5% او 10% من مصر الفلاحين هتقد على الموظفين، وهعمل الخضار وهعمل الفاكهه وهعمل البضندال وهعمل الطماطم وهعمل الكمون وهعمل الكزبره وهعمل الفلفل وهعمل كل هذا وعنتد القمح وعنتد وعورد عشان اعيش واعيش واستفيد. كديه الغاز وكديه الزيت وكديه الدرار والحرات وكديه 100 حدا معاي، ان زلحت قراط في الدبل يتعمل لي محضر وعشان اشتريه.